يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في هذه المقولة: إن صفات الله لا تشترك مع صفات المخلوقين إلا في الاسم فقط؟ لا، ما هو صحيح هذا، تشترك معها في الاسم والمعنى، هذا ما يسمون بالمتواطي، المتواطي من الألفاظ، وهو ما يشترك في اللفظ والمعنى، هذا متواطي، يسمونه المتواطي، ولا حرج في الاشتراك في المعنى، إنما الحرج في الاشتراك في الكيفية، الكيفية هذا هو ما هو بصحيح، الاشتراك في الكيفية باطل، ما يشتركون في الكيفية، لكن المعنى يشتركون فيه. نعم.